من المعروف أن مصر تعتبر من أهم الدول التي تجذب انتباه العديد من العلماء والمستكشفين من مختلف دول العالم بسبب الكثير من الأسرار الخطيرة التي توجد فيها، وذلك بسبب الحضارة الفرعونية الرائعة القديمة التي كانت فوق الأراضي المصرية والتي تحتوي على مختلف الألغاز التي لم يستطع أي من العلماء تفسيرها. ولهذا يستمر العلماء في البحث واستكشاف الأسرار الغريبة والاكتشافات العجيبة التي من الممكن أن تساعدهم في الوصول إلى تفسيرات للكثير من الأسئلة. نحن هنا اليوم سوف نتعرف على بعض الاكتشافات المدهشة التي تم اكتشافها مؤخرا في مصر والتي غيرت كل شيء. إذا تابع الفيديو إلى النهاية، وكالعادة وقبل أن نبدأ انزل للأسفل واضغط على زر لايك، كبر الشاشة ولننطلق سويا. لعنة الفراعنة. تعتبر لعنة الفراعنة من الاعتقادات السائدة التي يصدقها الكثير من الناس، خاصة بعد اكتشاف مقبرة الفرعون توت عنخ آمون عام 1922. يقال أن كل الأشخاص الذين ساهموا في عملية اكتشاف هذه المقبرة تعرضوا لحوادث غريبة، وانتهى بهم الأمر بالوفاة في ظروف غامضة، وهذا ما كان يجعل البعض يعتقدون أن لعنة الفراعنة قد حلت عليهم بسبب اكتشافهم لهذه المقبرة. يقال أن الأساس على هذا الاعتقاد هو بعض النقوش والكتابات التي كانت توجد على جدران هذه المقبرة، والتي تؤكد على حدوث بعض المخاطر لعدم احترام خصوصيات الدفن في هذا المكان للفرعون المتوفى. ولهذا يقال أن أي شخص يستطيع الدخول إلى المكان الخاص بالجثة سوف يتعرض للعديد من المخاطر والمصائب. يقال أن العالم المسؤول عن اكتشاف المقبرة تعرض للموت بسبب لدغة من هذه البعوضة بعد دخول المقبرة بفترة قصيرة، حتى أن الأشخاص الذين كانوا مشاركين في عملية البحث تعرضوا للوفاة هم وباقي أفراد عائلاتهم. لكن البعض يعتقد أنها محض صدفة، ولا يوجد أي سبب علمي يؤكد على وجود لعنة هي التي نتج عنها هذا الشيء مع باقي فريق البحث. كما أن البعض يقول أن العالم المسؤول عن اكتشاف هذه المقبرة عاش بعد اكتشافها لمدة تصل إلى 17 عاماً، كما أن باقي الأشياء التي حصلت لفريق البحث من الممكن أن يكون سببها انتشار التعفن والبكتيريا داخل المقابر. ولهذا يؤكد البعض على أنه لا يوجد أي دليل واضح على وجود اللعنة حقاً. المسلة غير المكتملة. هذه المسلة مصنوعة من الجرانيت وهي غير مكتملة، وكان من المفترض أن تكون هذه المسلة أكبر نصب تذكاري مصنوعا من حجر واحد، لكن بالرغم من ذلك تعتبر هذه المسلة من الألغاز الغامضة، فلا يستطيع أي من العلماء تفسير كيف تمكن الفراعنة من نحث هذه المسلة بهذا الشكل الخرافي، ولماذا لم يتم إنهاؤها، وكيف تم تحريك هذه المسلة الكبيرة جدا والثقيلة، وكيف تم رفعها إلى هذا الارتفاع الشاهق. ولو كان قد تم نقلها عبر بعض القوارب في نهر النيل، فكيف يمكن لهذا القارب تحمل الوزن الهائل لهذه المسلة العملاقة؟ وهذا ما يجعل البعض يعتقد أن الفضائيين كانوا قادرين على تقديم المساعدة للمصريين القدماء في تصميم وتشييد هذه المسلة الضخمة. السلايم الأسود في البحر الأحمر. تعتبر الظاهرة واحدة من الظواهر الغريبة جدا، وقد أثارت فضول العديد من العلماء، كما أن البعض منهم كان غير قادر على تفسيرها، وكانوا يعتقدون أنه سوف يكون لها أثر سلبي على النظام البحري. أكد البعض على أنه من الممكن أن يكون نوعا معينا من البكتيريا قادرا على المعيشة في الظروف الصعبة التي لا يتحملها أي كائن حي، كما يقال أن أساس هذه المادة هي البكتيريا الزرقاء القادرة على إتمام عملية البناء الضوئي في الماء. اعتقد العلماء أنها ستكون قادرة على نشر نوع معين من السموم الضارة التي سوف تؤثر على الأسماك والكائنات البحرية. ويؤكد العلماء أن التغير المناخي وانتشار مياه الصرف الصحي في البحر والتلوث المستمر بسبب النفايات من الممكن أن يؤدي إلى انتشار هذا النوع من البكتيريا، وبالتالي
انتشار السموم والأضرار على الكائنات البحرية. المومياء الصارخة. عام 1886 تم اكتشاف هذه المقبرة، وتم اكتشاف واحدة من أغرب الجثث التي استطاع العلماء اكتشافها حتى الآن. الغريب في هذه المومياء هي أنها تظهر كما لو كانت تصرخ بطريقة مرعبة جدا، كما هو واضح أمامك. ويعتقد العلماء أن هذا الرجل الذي تعرض للوفاة كان يتعرض للكثير من التعذيب، وهو الذي جعل فمه مفتوحا بهذا الشكل، مما يعني أنه كان يصرخ بدرجة كبيرة، وهذا ما أثار فضول العلماء في محاولة لاكتشاف حقيقة هذه المومياء، وما هو السبب الذي أدى إلى ظهورها بهذا الشكل. فعملية دفن هذه المومياء كانت مختلفة بدرجة كبيرة جدا عن باقي المومياوات، وذلك بسبب أنها كانت ملفوفة في فرو الخروف على عكس باقي مراسم الدفن المعروفة عن المصريين القدماء، ولكن هذا التقليد يتم اتباعه مع الأشخاص المنبوذين، مما يؤكد على أن هذا الشخص كان سيئا للغاية. لكن البعض الآخر يفسر هذا الشيء بأن الأدوات اللازمة لعملية التحنيط لم تكن متوفرة، ولهذا تم دفن الرجل بطريقة سريعة مما جعله يظهر بهذا الشكل. والبعض الآخر يقول أنه من الممكن أن يكون ضحية لإحدى العمليات الإجرامية، ولهذا تم دفنه سرا بطريقة سريعة لكي لا يتم فضح هذه الجريمة. ولكن بالرغم من كل الافتراضات، إلا أنه حتى الآن لم يستطع أي شخص معرفة وتحديد هوية هذه الجثة لهذه المومياء الغريبة. كيف تسرع عمليات البناء ويتم إصلاح الطرق؟ أن لبلاد بلا أنهار أن تنتج مياه الشرب. ماذا يخبئ لنا المستقبل من اختراعات؟ وما هي مهارات العمال المبدعين؟ الفضول سمة العباقرة، يجعل عقلك منفتحاً للأفكار الجديدة، ويفتح أمامك عوالم وإمكانيات لا نهائية. ووسط ملايين المصادر والمعلومات، فإن مصدراً واحداً يجمع المعرفة مع المتعة، وهو كل ما تحتاجه. اكتشف. نهر يتدفق بالمعرفة، نتقصى فيها الحقائق ونتعمق في البحر، لنمنحك أدق التفاصيل بأبسط المفاهيم. تعرف على العالم وأنت أمام شاشتك. كيف تقوم البنايات وتصنع الآلات؟ أمهر العمال وأفضل التقنيات، طرق التصنيع ومهارة التطوير. اكتشف، أشبع فضولك وافهم كيف تعمل الأشياء من حولك. اشترك الآن واستمتع بالمعرفة. أعزائي متابعي قناة هل تعلم؟ إذا أحببتم دعمنا لكي نستمر، يمكنكم الضغط على الرابط في الوصف. أو على يوتيوب. ثانكس. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.